بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا في المحاضرة الأخيرة عند إيجابيات الموبايل كلاود كومبيوتينج. نرجع الرجحن شوية ببعض التفصيل: extending battery lifetime و improving the data storage capacity and processing power, improving reliability and availability و dynamic provisioning, الscalability والmulti-tenancy والease of integration. شرحت أنا، لكن إن رجعهن كيف MCC ممكن يساعد في تمديد عمر البطارية. ليس المقصود عمر البطارية التقريبي اللي إحنا نقول مثلاً سنة وسنتين، لا، إنما يعني اليومي أو شبه اليومي، لما واحد مثلاً يشحن بطاريته 100% وبعدين يستخدم ألعاب مثلاً وكثير من الأشياء على الموبايل فيها كومبيتيشن أو بروسيسنج، وفيها خلينا نقول كمان استخدام مستمر للشاشة لوقت طويل، أو ممكن تستهلك البطارية بصراحة. فكيف أنا بدل ما أعمل الشغلات هذه ممكن أستعين بالكلاود؟ فمن خلال الأوفلودينج، هنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله، من خلال الأوفلودينج بحيث نعمل migration، نقل يعني أو يعني تهجير، migrate something from one place to another place. الأشياء اللي هي فيها computations كتير، فيها استخدام للسي بي يو كتير، من resource limited device اللي هو الموبايل ولا إيش لا resourceful machines اللي هي على الكلاود، سيرفرز موجودة على الكلاود. إذا لما أنا أعمل هذا الإشي، بدل ما تصير السي بي يو تستهلك البطارية على الموبايل، أنا بنقول الكمبيوتيشن هو عادة يعني مش بالضرورة أن أنقل نقل، أشيل البرنامج وأشيله من هنا وخليه، لا، البرنامج بيكون نقل مرة واحدة ويستخدم كثير من المرات. يعني إذا بنقله مرة واحدة بيكون غال، وممكن أنا من حين إلى آخر وغيري يستخدمه، وبالتالي هذا الأوفلودينج صار. إذا الآن أنا قررت أن أعمل كومبيتيشن، بكون أنا في، أطلع الأوفلودينج بعد شوي، قررت أن أعمل كومبيتيشن، فالأوفلودد بروغرام الآن بيصير له كولينج، بيصير له استدعاء من خلال الأكشن أو الفانكشن أو الوظيفة اللي بدي أعملها على الموبايل. فهنا بتكون الكومبيتيشن صارت على السيرفر على الكلاود، والنتيجة أجت عندي وأنا سيمليسلي بحس أنه وكأنه نعمل عندي، رغم أني أنا ممكن أكون عارف أنه نعمل على الكلاود أو مش عارف transparently، يعني مش قضية هذه. فالريموت application execution can save energy significantly، التنفيذ عن بعد للتطبيق يساعد في توفير الطاقة بشكل كبير. فكثير من التطبيقات النقالة هذه mobile applications take advantages from task migration and remote processing. التاسك مايجريشن بتختلف عن ريموت بروسيسنج. ريموت بروسيسنج عملنا اوفلودينج وضل هناك ودائما موجود هناك، واحنا فقط وكانه بنبعث له كولينج، بنستدعي ان يقوم بوظيفه معينه وبرجع لنا الاوتبوت. لكن التاسك مايجريشن لا، انا الان شغال نظام التشغيل زي الاندرويد مثلا مع الاوفلودينج ديمون اللي بيكون موجود على الموبايل ديفايس، بقرر انه هذا الجوب لازم يصير لها مايجريشن على الكلاود حاليا الان وانا شغال، فبصير لها مايجريشن، بتم تنفيذها هناك على الكلاود على السيرفر واعطائي النتيجه. فالخيارين او الطريقتين موجودين، تاسك مايجريشن والريموت بروسيسنج. جانب آخر برضو من حسنات وإيجابيات الـ MCC اللي هو Data Storage Capacity والـ Processing Power. الـ Data Storage برضو من الـ Resources اللي هي Limited على الموبايل، كتير Limited. فهنا لما أنا أربط الموبايل بالكلاود، فيصير عندي إمكانية أنه الموبايل يوزرز بيقدروا يخزنوا ويستدعوا large data on the cloud في device اللي هو limited في storage resources. فبالتالي احنا الان بنقلل running cost
للكمبيوتيشن والانتنسيف ابلكيشن، لانه في مبدا ايش بقول، موف كمبيوتيشن تو وير ذا داتا از، يعني انقل كمبيوتيشن لمكان الداتا وليس العكس. يعني اذا كانت الداتا، طبعا هذا المبدا مش صحيح دائما، صحيح في حاله ايش، اذا الداتا كانت كبيره، الداتا كبيره والبرنامج صغير، يعني في برامج زي فور لوب ممكن يكون داخله اهم شيء الفور لوب، ممكن يكون اسطر 20 سطر 30 سطر فقط البرنامج، ولا ياخذ يعني حجم بالكيلوبايت 10 كيلو بايت 20 100 كيلو بايت ولا حاجه يعني، لكنه يعمل على داتا ضخمه كثير زي سيرش، وانا بدي اعمل سيرش في اندكس كبير، فهرس كبير، في داتا بيس كبير، هل اجيب الداتا واحطها عند البرنامج وخلي البرنامج يدور وبعدين اروح اجيب الداتا اللي بعدها وهكذا؟ يعني يوزلس الامر هذا. وانما ايش بسوي في هذه الحاله، بنقل البرنامج الى حيث الداتا، اوكي، لكن في حالات معينه انا بضطر اني انقل الداتا، واذا كانت صغيره يعني ومن، فهنا حسب الحاله، لكن اجمالا انا بنقل الكمبيوتيشن، هذا مبدا زي ما حكيت، الى حيث الداتا. فهنا بنخفض الرننج كوست فور كومبيتيشن انتنسيف ابلكيشنز. هنا جانب بيختلف عن الكلام اللي بحكيه، نقل الداتا الى حيث نقل الكومبيتيشن الى حيث الداتا، هنا لا، في كومبيتيشن كتير، بمعنى انه ممكن ما يكونش في داتا، وممكن تكون الكومبيتيشن هذه الابلكيشن اللي هو مكثف او يحتاج الى كومبيتيشن مكثفه، ممكن ما يستخدمش داتا وممكن يستخدم داتا، يعني بعمل بروسيسنج كتير على داتا زي السيرش. انا بعمل سيرش فور لوب وبمر على كل الداتا، فهنا داتا انتنسيف وكمبيتيشن انتنسيف تقريبا يعني المبدا. فهنا ايه، احنا الان بدنا ننقل الكمبيتيشن الى حيث الداتا، فهنا بنعمل مايجريشن اوكي على الكلاود، وبنخلي الموبايل يكون الى حد ما مفرغ للاشياء التقليديه اللي بنعملها من براوزنج ومن سكيمينج ومن يعني كولينج الى اخره. فالحسنات تبعته انا والايجابيات انه الان الموبايل ابلكيشنز غير مقيده بالستورج كاباسيتي، بحجم الستورج، مش مقيدين فيه. ليش؟ لانه الان الداتا موجوده على الكلاود، فانا بنقل الكمبيوتيشن الى حيث الداتا زي ما حكيت قبل شوي. امبروفينج ريلايبيليتي اند افيلابيليتي، اذا الداتا والابلكيشن الان اللي انا بنقلهم من الكلاود، من الموبايل للكلاود، بقلل فرص فقد هذه البيانات. ريلايبل بصير، ليش؟ لأنه الآن بخافش أنه يصير خطأ أو إيرور أو مشكلة، أو الكلاود واسع، وبالتالي في بدائل، بمعنى لو فشلت الداتا تبعتي أو صار لوس للداتا، بيكون في إلى نسخ موجودة على الكلاود، ومش نسخة واحدة على الكلاود، أكثر من نسخة، لأنه الداتا دائما ريبليكيتد، أقل إشي عادة يعني ثلاثة حسب الكاب ثيوريم والأسيد ثيوريم، من اثنين لثلاثة، وغالبا ثلاث نسخ بكون موجودة من أي داتا آيتم، من أي عنصر بيانات موجود على الكلاود. فأنا أنقل بياناتي من الموبايل ومحدود، ولو صار مشكلة أو لص أو إشي خلاص فقدتها بشكل دائم، إلى الكلاود اللي أنا بلاقي الداتا موجودة وإفيلابل متاحة. إذا في ريلايبيليتي، ممكن أعول عليها وما أفقدش البيانات، وبتكون أيضا متاحة. فالآن ممكن إحنا المفهوم الـ MCC الموبايل مع الكلاود ممكن يتم تصميمه كـ Comprehensive Data Security Model، لأنه الـ Data بتكون Reliable و Available بدعم في Security Model للكلاود، بكون إنه الـ Data بتكون Secure، سواء للـ Data للـ Service Provider أو للـ Users اللي بيستخدموا Service، اللي يعني بتكون هي كومبيتيشن او ابلكيشن بولد البيانات وبتخزن وبتسترجع وما الى ذلك. ايضا من الريلابيليتي والافيلابيليتي في هذا الجانب،
انه جانب الكومبرهنسيف سكيورتي موديل انه الان بروتكت ذا كوبيرايتد ديجيتال كونتنتس ان ذا كلاود. ليش؟ لان الان انا بعول على انه بيانات تكون موجوده، ما حدش يسرقها، ما حدش ياخذها، تكون سكيور. فاذا كان في محتوى رقمي يعني كوبيرايتد، بمعنى انه له شروط في النقل والنسخ وما الى ذلك، فبصير هنا له بروتكشن وخدمات سكيورتي لهذا الغرض، زي الفيروس سكانينج والماليشيوس كود ديتكشن والاوثنتيكيشن فور موبايل يوزرز الى اخره، بتكون متاحه على الكلاود. بحتاجش ان انا دائما يعني اكون مهتم بها وعملت لي يعني قلق من ناحيه اني انا اللي بدي اوفرها وما الى ذلك على الكلاود. So there are always such services, they are always available or almost available even when the users are moving. حتى لو احنا ننتقل من مكان لمكان، ننقل بياناتنا الى اخره، ما عدا على الموبايل وبتكون available. Dynamic provisioning برضو من الadvantages of MCC. Dynamic provisioning هو dynamic on demand provisioning للresources، زي اللي تو حكينا عنها. انا بدي داتا، انا بدي كومبيتيشن، انا بدي سيكيورتي، بدي كل هذه السيرفيسز حسب الطلب. انا المزود بزودني فيها، بروفايدر اسمه بروفايدر، فبعمل بروفيجنينج بزود اون ديماند حسب الطلب. يعني مش بحطها على مسؤوليتي بقول لي هيا انت طلبتها دائما تكون معاك وانت بدك تدفع مقابل هذا الاستخدام او عدم الاستخدام، المهم متاحه لك. لا، حسب الطلب زي ما حكينا إلاستيك. وهذا كله بفعل الفيرشواليزيشن. اون فاين جريند سيلف سيرفيس بيسز، على اسس اللي هو الفاين جريند، يعني قد ما بتستخدم تاخذ، مش كورس جريند. هذا فاين يعني صغير، مش لطيف بالمعنى. والجرانيولاريتي الجريند هنا جرانيولاريتي يعني الحجم قديش كبير. فهنا فاين جريند للريسورسز، فاين جريند يعني بدي ايتم، بدي فقط شغله معينه مش كل شيء. فبقول لي مش مشكله، انا بديش مثلا ماشين كامله، بديش سيرفر كامل، انا بدي فيرتشوال ماشين على السيرفر. هو عاده بعمل زي هيك، فيرتشوال ماشين بتيح لي اياها او جزء من فيرتشوال ماشين. ممكن الفيرتشوال ماشين يكون عليها عدد من التطبيقات انا وغيري من المستخدمين هذول حسب الطلب او حسب الحاجه. وسيلف سيرفيس يعني مش اول شيء اطلب واستنى الطلب وبعدين هو يلبي لي طلب، يقول لي لبيت لك اياه الساعه 5:30 مثلا بكون متاح، بدك تستنى لك ساعتين ثلاث. لا، زي اخدم نفسك، اخدم نفسك. يعني انت بتقوم بتروح تعمل الشغله لوحدك بدون ما واحد يجي لك، او انت تنتظر عبال ما يجي لك وبعدين يروح وبعدين تنتظر برضو عبال ما يرجع يلبي لك الخدمه. لا، انت سيلف سيرفيس اوتوماتيكلي اند دايناميكلي. دايناميك والحجم، اذا اون ديماند فاين جريند سيلف سيرفيس. وكلمه بروفيجنينج يعني هذه كلها مصطلحات عادة بتمر، حتى كل العبارة يعني كلمة ديناميك، ديناميكالي عكس ستاتيكالي. فبالتالي ديناميك on demand provisioning of resources on a fine grained self service basis زي ما شرحتها. ليش نعيدها تاني؟ no need for advanced reservation self service. لا حاجة انك تعمل حجز مسبق للريسورس، تقول والله انا بدي سي بي يو، بدي identity as a service تتيح لي اياها مثلا من كذا. لا، it's on always on and running. وبقدر ما بتستخدم أو بقدر ما بتحتاج بتستخدم، وليس كل الخدمة. أيضا من الأشياء المهمة والإيجابية اللي هو scalable، زي شرحت scalability وتوسعت في مفهومها في المحاضرة السابقة. فبدي الموبايل أبليكيشن تكون scaled فيما يتعلق بالبرفورمانس والكوست والطلب. الطلب أول شيء إنه كل ما زاد الطلب تكون متاحة dynamically and on demand and fine grained with stable performance and cost to meet the unpredictable user demands. لأنه في بيئات على الكلاود وكون عبر الموبايل والموبايل everywhere، أنا بقدرش أتنبأ دائما ضمن حدود معينة، بقدرش أتنبأ بحجم الاستخدام وطلب المستخدم، طلبات المستخدمين. إذن النظام لازم يكون جاهز لأي حالات استخدام غير تقليدية، أن يكون في بيك أور، أعياد، مباريات، في طلب على شغلة معينة،
يكون جاهز، إنه العدد ممكن يكون عادة بالمئات فجأة يصير بمئات الألف. طلب على ديتا معينة، على ريسورسز معينة، على كلاود من قبل، من خلال الموبايل بالمئات عادة يوميا، فجأة صار بمئات الألف. انتخابات، مباراة، حدث، احتفال، عيد، whatever. طلب، صار في تنزيلات على شغلة معينة، احنا بدنا على شركة معينة بدنا، المهم حسب الحالة. المهم scalability we should meet of the cloud should meet the unpredictable user demands، طلبات مستخدمين الغير أو غير متنبأ بها مسبقا أو صعب التنبؤ بها وتخمين قديش بيكون حجم. Service providers can easily add and expand a service. توسع لكن مش على حساب ال performance. دائما أنا شرحت المفهوم ولازم يكون واضح للجميع. The scalability بوسع النظام، easily add and expand service. Okay. سواء من ناحية الهاردوير أو السوفتوير السيرفيس، لأن السيرفيس هي مثلاً أبليكيشن سوفتوير لكن تحتيه إيش؟ هاردوير. فالآن الانستانسز بدها تزيد، حالات السيرفيس هذه حسب اليوزر، كل يوزر له حالة بدها تزيد، ممكن تصير زي ما حكيت بمئات الألف، من مئات إلى مئات الألف نفس السيرفيس لكن حالات مختلفة، منها مختلفة من ناحية بيانات المستخدم اللي بيستخدمه. ايضا من الادفانتجز المالتي تيننسي عمال بشرح فيها هنا، انه ماني اكسباند سيرفيس اذا ماني يوزر ماني استنسز، مالتي تيننت، التيننت بيزيدوا، كل تيننت هو انستنس الان، سواء اليوزر نفسه او الانستنس تبعته من الابلكيشن اللي بتعمل رن الان على الكلاود. فهنا سيرفيس بروفايدرز كان شير ذا ريسورسز اند كوستس، الموارد اللي عملنا بنذكر ايش الموارد، CPU، الميموري، السيرفيس نفسه، الفيرشوال ماشين اللي بيشغل عليها السيرفيس انستنس هذه، والتكاليف، لانه التكاليف حسب الطلب زي ما قلنا فاين جرين، انا استخدمت حاجات معينه بدفع قدها وحسب الطلب، ما بقوليش هيها وانت طلبت مره بدها تضلها دائما متاحه لك وانت مسؤول عنها، لا خلص انا خلصت وبتركها، فبصيرش علي اي تكاليف او اي التزامات. And costs to support a variety of applications. تشكيلة كبيرة من التطبيقات و large number of users tenants. Users هنا tenants و instances تبعت السيرفيس اللي يستخدموها هؤلاء اليوزرز. فالمالتي تيننسي إنه تشاركية، أنا على بيئة الكلاود الآن وفي تشاركية عالية مالتي users مع تطبيقات مختلفة وحاجات مختلفة من الـ MCC بطبيعة الحال. Ease of integration، التكاملية. آخر نقطة شرحتها المحاضرة اللي فاتت. Multiple services from different providers. إذن أنا خدمات مختلفة، أنا الآن على الموبايل تبعي وعندي كلاود واحد وكلاود اثنين، هذولا مختلفين عن بعض، زي كلاود مايكروسوفت على Azure وجوجل كلاود، وأنا يعني محتاج خدمة من هنا وخدمة من هنا وبدأ أوفق بينهم، هل في انتجريشن تكاملية من ناحية البيانات أو من ناحية إنه تو سيرفيسز أو الأبليكيشنز هذول اللي بولدوا هذه البيانات بتواصلوا، ممكن يكون في بينهم انتجريشن أو انتر أوبيرابيليتي يعني هم بيشتغلوا مع بعض رغم إيه؟ رغم الاختلافات. إذن هنا multiple services عندي من مايكروسوفت مثلاً ومن جوجل different providers can be integrated easily، بسهولة. الانتجريشن قضية خلينا نقول مفتوحة وموجودة دائماً ومقلقة، إن لو عندي نظام قديم وشريت نظام جديد هل ممكن يكون من انتجريشن نظامين مختلفين؟ طبعاً لغرضين مختلفين، لكن انا بدي اوصلهم بعض ويتبادلوا بعض المعلومات اللي بدي، فانا هذه اسمها انتجريشن. طب كيف ممكن اعملها بسهوله؟ هذا بيصير امر حسب الشركه، حسب نوع البيانات، حسب الستاندرد المعمول وما الى ذلك. لكن
الكلاود ممكن يدعم، مش ابسوليوتلي، مش بالمطلق انه والله الانتجريشن عاليه فيه، لكن ممكن يدعم الانتجريشن اكثر من الانظمه التقليديه اللي شائعه مسبقا قبل الكلاود. المهم في انتجريشن ومطلوبه الانتجريشن وممكن الكلاود يدعمها. احنا ما بنقولش انه الكلاود ريدي اند يعني اب فرونت بالنسبه للانتجريشن، لا، هذه قضيه مزمنه وموجوده دائما قضيه الانتجريشن، لكن الكلاود افضل من الانظمه الاخرى، لانه الصحيح بياخذ افضل ممارسات الانتجريشن من الانظمه الاخرى السابقه في ديستريبيوتد سيستم والكلاينت سيرفر والبير تو بير كومبيوتينج وما الى ذلك. اذا هذه يعني باختصار اهم ايجابيات ومميزات وحسنات الموبايل كلاود كومبيوتينج. نيجي لبعض الابلكيشنز. طبعا احنا هنتكلم في الكورس ان شاء الله بعض التفصيل والاركتكتشر تبع الابلكيشنز، بعضها يعني كل مر علينا ممكن 10 او اكثر من التطبيقات المختلفه. وانا ما بقصد تطبيقات فرديه معينه، وانا بقصد طبيعه التطبيق، الاريا تبعته او الدومين تبعه. وزي ما اقول موبايل كوميرس، ممكن يكون عشرات الموبايل كوميرس وانواعه واشكاله وتخصصه وما الى ذلك، لكن موبايل كوميرس هذا توجه او دومين كابلكيشن للام سي سي. يعني انت ممكن تعمل كوميرس باينج اند سيلينج اند وات ايفر اند باينج اتسترا من خلال الموبايل على الكلاود، تربط الموبايل تبعك بالكلاود انستنس. هذه فيها يعني كلام له علاقة بالأوفلودينج أو الأون ديماند سيرفيس قبل شوية بنحكي عنه، والفاين جريند أكسسبيليتي للسيرفيسز من الموبايل على الكلاود. إذا الإم كوميرس أحيانا بسموها إم كوميرس، طبعا في إي كوميرس، إم كوميرس موبايل كوميرس allows business models for commerce using mobile devices زي ما ذكرت، زي الموبايل فاينانشال، موبايل ادفرتايزنج، موبايل شوبينج، كل هذه يعني انستانسز او خلينا نقول لا اكزامبلز للموبايل كوميرس. اذا التطبيقات هذه حقيقه بتواجه تحديات، مثلا لو باندويث، لان انا على موبايل، الموبايل دائما خصوصا لما انا ما اكونش، واحد يقول لي طب انا على الواي فاي، طب انت مش دائما بتكون على الواي فاي، ممكن تستخدم الشبكه تبعت البروفايدر مباشره من خلال الحزمة، أنت في السوق أو في مكان أو في الخارج أو في قطار أو في سيارة، ممكن ما يكونش متاح الواي فاي التقليدية عبر الشبكة المتاحة للموبايل ديفايس. فهنا أنت بتواجه قضية الباندويد، اللو باندويد في الكوميونيكيشن، والهاي كومبليكسيتي أوف ديفايسز اللي بين يدين الموبايل ديفايسز، واحد آيفون، واحد شغال على أندرويد اللي هو مثلاً سامسونج او وات ايفر، هواوي وات ايفر، ويندوز فون اتسترا. فهذه هاي كومبلكس اند هيتروجينيوس ديفايس، الهيتروجينيتي هنحكي عنها بعد شوي ضمن القضايا اللي بتواجه الكلاود، بتواجه السكيورتي كمان وما الى ذلك. فهنا الموبايل كوميرس كان بي ضمن يعني هذه الريستريكشنز او الاعتبارات ممكن تكون متاحة عبر الكلاود كـ MCC application. والكلاود بقلل من هذه الـ challenges، تحديات بقلل منها، زي مثلا إن أعمل combination بين 3G والكلاود third generation والكلاود to increase data processing speed والسيكوريتي ليفل. طبعا الان في حتى في بدائل للفيفث جنريشن والسيكس جنريشن، ويعني شبه انه الاعتبارات هذه مسيطر عليها، اوكي، ضمن نطاق الفورث والفيفث والسيكس او ما هو مقارب الى، انه في بدائل اخرى برضو اشتغلوا عليها وبيشتغلوا عليها برضو لشبكات الموبايل. أيضا من تطبيقات الموبايل ليرنينج. فالموبايل ليرنينج
زي الموبايل كوميرس، انا لا ام ليرنينج كومباينز اي ليرنينج اند موبيليتي. الموبيليتي النقال، يعني تكون نقال من مكان الى اخر، يو موف فروم وان بليس تو انذر. لكن تراديشنالي الام ليرنينج has limitations on high cost of device network, low transmission rate, limited educational resources. هذا لو بتشتغل على traditional e-learning من خلال الموبايل، إن يكون على سيرفر أو في مكان معين. لكن لما الحين أحطه على الكلاود بتغلب على الهاي كوست، بصير له للديفايس والنتورك، والtransmission rate بصير أعلى، والresources بتكون متاحة أكثر نظرا لاتساع والscalability تبعت الكلاود، وبتحسن communication quality between students and teachers and between when the students are really viewing and learning or viewing the material or the videos etc. أيضا help learners access remote learning resources زي الفيديو زي ما حكيت والimages وpowerpoint والtextual data إلى آخره. وبكون طبعا هنا زي ما بنشوف في أمثلة كثيرة في اللي هو السوشيال ميديا بصير انتر اكشن. فممكن انا اجيب كونتنت مانجمنت سيستم على شكل ليرنينج سيستم واعمل كولابوريشن عالي جدا بين الليرنرز نفسهم متعلمين نفسهم او المتعلمين مع الاساتذه وما الى ذلك. الانتر اكشن من خلال وجود الكلاود بيكون عالي جدا. الموبايل هيلث كير ايضا من التطبيقات المهمه جدا في الكلاود. ام هيلث كير از تو مينيمايز ذا ليميتيشنز اوف تراديشنال ميديكال تريتمنت، سمول ستوريج، سكيورتي، برايفسي، ميديكال ايرورز. فانا بدخل الان الكلاود زي ما حكينا مع الموبايل، فبقلل من هذه الجوانب السلبيه لا للتراديشنال ميديكال تريتمنت، للطرق التقليديه في الهيلث والهيلث سيكتور. فالآن الموبايل يوزرز بطريقة أفضل، أسرع، أسهل، أضمن وسكيور وما إلى ذلك، ويقدر يوصل للميديكال ريكوردز ويستخدمه. طبعا بما يعرف بالأون ديماند سيرفيسز أون كلاود زي ما حكينا قبل شوية، حسب الطلب. أنا بكون في مكان في هوسبيتال غير الهوسبيتال اللي أنا بروح عليها دائما، ممكن تكون حتى في بلد تاني أو في مكان يعني الخدمة خلينا نقول يعني مش بالضرورة إنها تكون متاحة فيه. فالآن بتصير يا ريموتلي يا إما في المكان اللي تنقل البيانات الطبية هذا إلى المكان الجديد وأنت تستخدمه، يا إما ريموتلي توصل للبيانات عبر الكلاود بطبيعة الحال زي الكومبريهنسيف هيلث مونيتورينج سيرفيس، خدمات مراقبة صحية الشاملة كومبريهنسيف، كل شيء، الريكوردز، الديتا، الدواء، الوصفات الدوائية بريسكريبشنز بنسميها، وما إلى ذلك. انتليجنت ايمرجنسي مانجمنت سيستم، نظام إدارة حالات الطوارئ الذكي، نظام ذكي انتليجنت، بعرف وين موجود، ايش اللي بده اياه، ايش الحالة حسب الديتا اللي موجودة فيه. فعندنا الآن بصير ايش هيلث اوير موبايل ديفايسز، هذه كمان إضافية. كمان أنا بحكي في الهيلث بستخدمش الديتا وديتا اكسسبيليتي وبس زي ما ذكرناها، لا أنا ممكن أستخدم ضمن، وبعضكم استخدم وشاف يعني يعني الموبايل ممكن يستخدم لقياس البالس ريت للضغط، قياس الضغط البالس ريت، البلاد بريشور ضغط الدم، الليفل اوف الكحول مقدار الكحول في الدم وما إلى ذلك من خلال تطبيقات معينة بتكون على الموبايل وبتستخدم اللهم صل محمد السنسورز. السنسور هو زي مجس، يعني بحط الواحد بس يقول لك ضع الكاميرا على مكان وبصير الابليكيشن يشتغل، فبعرف البلس تبعتك. معروف الابليكيشن هذه ومشهورة واستخدمناها من زمان، ورغم ان دقتها مش عالية لكن بتزيد وتتحسن مع الزمن، وممكن تيجي سنسورز معينة مبنية يعني في الموبايل ديفايس نفسه، فبتقوي استخدام الموبايل في هذا الجانب في الموبايل هيلث كير. أيضا حدث ولا حرج في الاسيستيف تكنولوجيز كابليكيشنز للام سي سي،
ايش يعني التقنيات المساعدة، زي مثلا في الشارع واحد اكرمكم الله يعني او عافاكم الله خلينا نقول اعمى وبده يساعده في يعني في تخطي الشارع او ايجاد مكان او السير في الطريق الصحيح وما الى ذلك. البيديستريان اللي هو المشاه يعني كروسنج جايد فور بليند اعمى يعني اند فيجوالي امبيرد او اللي عنده مشاكل في البصر. كيف بدهم جايد انا بشتغل كجايد دليل يعني. دليل ممكن صوتي يكون صوتي يقول له انت في مكان لا انت يجب ان تتوقف في الاشاره، انت في مكان خطا يجب ان تعود الى كذا من هذا المكان وما الى ذلك. موبايل كارنسي ريدر لهؤلاء الناس برضو نفسهم، طلع له مثلا عشرة بيقول له انت الان طلعت من جيبتك 10 يورو مثلا او 10 دولار او 100 دولار 50 دولار. Lecture transcription for hearing impaired students. ممكن يعمل تلاوة أو قراءة للليكتشر للمحاضرة وما إلى ذلك، مسجلة مثلا وبقرأ له إياها مثلا، أو العكس بده الطالب يتكلم وهو يحول له لنص عشان يبعثه كريبورت أو حاجة وما إلى ذلك. Other applications: sharing photos or videos, keyword based, voice based, tag based searching. برضو من التطبيقات بعض ما استخدمها يعني monitoring a house من بعيد يعني عبر الكلاود، يعني بعمل مراقبة للبيت للكاميرات اللي على البيت من الخارج أو من الداخل وما إلى ذلك. smart home systems اللي هو الانترنت of things في هذه الأيام أخذت بعد كبير. الانترنت of things بتعتمد على الكلاود بشكل كبير في نقل البيانات واسترجاعها ومعالجتها. طيب الآن نيجي هذه ذكرنا تطبيقات ذكرنا قبلها الأدفانتيجز للكلاود. الآن في قضايا وفي معضلات وفي مشاكل في يعني هذه الأشياء اللي نستخدمها. هنقول أدفانتيجز وهنقول استخدامات وهنقول أبليكيشن، بتواجهنا قضايا بنيوية، قضايا تطبيقات، قضايا في الاتصالات وما إلى ذلك. نذكر بعضها. هذه قضايا مزمنة يعني بمعنى أنه إحنا بنشوف حل وكويس وفعال، لكن لما يزيد التطبيقات يزيد الحاجة ممكن يصير مش فعال، تواجهوا مشاكل. إذا بدنا نطوره بدنا نحسنه بتضل القضية قائمة. موبايل كوميونيكيشن إيشوز، الكوميونيكيشن دائما قضايا في الاتصالات من أول ما بدينا وإحنا بنقول قضية الكوميونيكيشن إن أنا شبكة موبايل بدي أربطها بالإنترنت، والشبكة الموبايل عادة تكون محدودة في الباندويدث لو باندويدث والسيرفيس افيلابيليتي والسكيورتي والبرايفسي. يعني أفرض الباندويث تمام التمام والسيرفيسز دائما افيلبل، طب والسكيورتي والخصوصيه البرايفسي قضيه. فاللو باندويث بقصد دائما تبع الكوميونيكيشن، بقول بالباندويث النطاق او عرض نطاق نقل البيانات لو منخفض، وان اوف ذا بيجست ايشوز، واحد من اكبر القضايا دائما، بيكوز راديو ريسورسز فور وايرلس نتوركس از ماتش مور سكيرس ذان وايرد نتوركس. الوايرد نتورك زي شبكات الهاتف او الالياف الضوئيه سريعه جدا، لكن انت قاعد تستخدم مثلا راديو ويف المايكروويف بتاعت الابراج والسيلولار تليفوني، هذا السيلولار ما نستخدم السيلولار بقول عن الاجهزه الخلويه وليس الخلويه، نقول خلويه من الخلايا لكن هي صحيح الخلويه من الخليه سيلولار سيلز، هذه سيلولار يعني من الخليوي سيلولار، سيل يعني اللي هي الخلية وهو ينتمي إلى الخلية، فهو يعني سيلولار. لأن طريقة عمل هذه الـ الأنظمة أنظمة الاتصالات تقوم على هذا المبدأ، مبدأ الخلية بضل من ناحية الاتصالات يعني بضل محدودية السرعة، محدودية نقل البيانات عبرها بطيئة، فهنا وغالية كمان وأقل جودة وكفاءة وأكثر سعرا وتكلفة من الوايرد نت ووركس والواي فاي بطبيعة الحال. لكن الواي فاي انتم عارفين نطاقها ضيق، بتحكي عن 50 100 زي هيك متر.
ايضا برضو في الكوميونيكيشن اللي هو السيرفيس افيلابيليتي، ما دام الباندويث لو وممكن تكون في مكان معزول، ممكن يقول لك قطع الاتصال زي ما بنشوف دائما وبنعاني، فالسيرفيس مش هتكون افيلابل بطبيعه الحال. وحتى لو كانت يعني باندويث شغال وكذا بيكون لانه لو، فالسيرفيس مش هتكون افيلابل، بيكون في كونجيشن، في احتقان على اللي هو الشبكه في ظروف معينه واسباب معينه، فبرضه السيرفيس مش هتكون افيلابل. ناهيك عن السكيورتي والبرايفسي، لانه الان ما دام انت بياناتك بدها تروح من مكان الى اخر، فخلال الطريق ممكن حدا يطلع عليها. اوكي، فيوزرز ار وريد، خايفين انه الفولنرابيليتي اختراق وهجمات على بياناتهم اللي هي ممكن تكون كريتيكال، حساسه وحرجه، وطبعا مخرجها خارج نطاق الفايروول. ممكن انا وشغال على جوالي، خلينا نقول يعني المثال، ممكن يخترق جوالي برضو، لكن خلينا نقول انه سكيور ومحطوط له ديفندنج، لكن لما انت ارسلت، ممكن نقول ارسلها مشفره، طب ممكن هو يعرف البابليك الكي مثلا او البرايفت كي ويخترق بياناتي خلال الرحله، او ياخذ نسخه عنها وياخذ راحته في عمليه خلينا نقول فكك الشفره واطلاع على البيانات. ففي الموبايل كوميونيكيشنز هذه قضايا مهمه الثلاثه، لو باند ويث والسيرفيس availability والسكيورتي والبرايفسي. طيب نتوقف هنا ان شاء الله، ولانه هذا بده شويه شرح الهيتروجينيتي من القضايا المهمه، فهنتكلم عنها ونشوف بعض الحلول زي الايرنا سوليوشن من مايكروسوفت لقضيه الهيتروجينيتي. فنتوقف هنا ان شاء الله، والله يعطيكم العافيه.